لو سمحتي تخرجي لي بدله سودا كده من الدولاب، هتلاقي في بدله عليها زرار كده على الشمال. عندي ميعاد مهم. حاضر، بعد اذن حضرتك. اتفضلي. محمد، يا محمد، يا زين. ايوه سمير بيه. انت مين؟ انا هاله. مين هاله؟ انا شغاله جديده هنا في المطبخ. محدش قال لي يعني. طيب تعرف تعملي قهوه؟ طبعا هاله. طب لحظه، تعرف قهوتي ايه؟ لا مؤاخذه، قهوه حضرتك ايه؟ مظبوطه وبسرعه. ايوه جيبيها الاوضه. حاضر. يلا ما تيلا. حاضر. عليا. نعم يا استاذ سمير. خرجت البدله؟ هي على السرير. طب كويس. القهوه يا سمير بيه. ممكن تحضري الحمام؟ طي عندك. حاضر. خدمه تاني؟ لا وشك. أي خدمة تانية يا أستاذ سمير؟ لو سمحت بس بعد ربع ساعة ارجع عشان تساعدني في اللبس. حاضر، تحت أمرك، عن إذنك. ايه مالك يا عليا؟ في حاجة مضايقاكي ولا ايه؟ قلبي مقبوض وقلقانة قوي. من ايه؟ سمير بيه مش مطمنة له خالص. يا عليا انت مش هتلاقي ناس أطيب ولا أحن من اللي موجودين في البيت هنا. أيوة بس هو مش مريح حبتين. طب تعالي بقى. دي بنته الله يرحمها، كان عندها 6 سنين، ودي الست ايمان مراته، كانت ست حنينه جدا وقلبها كبير، ما كانش حد يشوفها اللي كان لازم يحبها. وايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البنت كانت عايزه تسافر الساحل، هم عندهم فيلا هناك، والمكان اللي اتقلبت فيه العربيه ما كانش فيه ناس ولا اسعاف عشان حد يلحقهم. واول ما فاق الدكاتره قالوا له انهم لو كان لحقوهم قبلها بساعه كان ممكن يبقى فيه امل. عشان كده تلاقيه دايما متضايق وعصبي ومتضايق من الناس، حاسس ان مش هو لوحده السبب في موته. هني حلوة قوي، ما خدتش بالي لغايه دلوقتي. قولي يا علي. لا انا مش علي، انا هال. امال فين علي؟ معرفش. هو حضرتك مش شربتش القهوه ليه؟ ما عجبتكش ولا ايه؟ لا انا بشربها برده. ممكن تلبسيني الجاكيت لو سمحتي؟ قوي. بعد اذنك ايدك. ماشي تمام. هدلك بس الجاكيت. ماشي.
خدمة تانية؟ شكرا. طبعا إذنك. مالك زي ما كنت شفت عفريت؟ بقول لك ايه؟ انا مش ناقصاك، ابعد عني الزهاني لو سمحت، اتفضل مش عايز اتكلم مع حد. طب بالراحة عليا يعني، فهميني. ولا بالراحة ولا مش بالراحة. أصلا أنت جاي ليه؟ ده مش ميعاد شغل، اتفضل مع السلامة، أنا حافل. طب أوصلك؟ توصلني ليه ها؟ توصلني ليه؟ أنت فاكرني إيه ها؟ فاكرني إيه؟ فاكرني بنت من الشارع؟ تقول لها كلمتين تجري تجري نفسها عليك؟ لا يا حبيبي، أنا بنت ناس. انا بنت ناس كويسه قوي كمان ومتربيه. طب اهدي بس وقولي لي انت ايه اللي مزعلك. انا ما حدش يقدر يزعلني، انت فاهم ولا مش فاهم؟ انا ما حدش يقدر يزعلني، سيبني لوحدي، انا مش عايز اشوف حد بقى، انا عايزه اقعد لوحدي، سيبني لوحدي. حط ايدك عليا، ما تحطش ايدك عليا. ممكن اعزمك على كوبايه شاي؟ مش عايز. ليلى ليلى، انا عارف كويس ان انت بنت ناس وحد كويس ومحترم، انت احسن مني انا اصلا. ممكن تقبلي عزومتي؟ ممكن؟ ما شفتي بعينيكي فتحي. انت جيت بدري يعني؟ ايه؟ كنت عايزانا بقى في الشغل ولا ايه؟ لا مش القصد، مش انت قلت انك هتتاخر النهارده؟ كنت فين يا جليله؟ كانت معايا. ما قلتيش ليه انك هتخرجي يا جليله؟ من امتى بتخرجي من غير ما تقولي؟ ومين بقى يا ترى اللي لبسك كده ها؟ وايه اللي انت ملخبطه بيه وشك ده؟ يا فتحي انا كنت ايه في ايه؟ هو انت فاتح لنا سين وجيم زي ما يكون عملنا عامله ولا ارتكبنا جريمه؟ ايه خرجت معايا اخته، خرجت مع اختها، فيها ايه؟ الدنيا اتهدت؟ انا ماليش كلام معاكي. ايه ده؟ انا بتكلم مع مراتي. انا اسفه والله يا فتحي. ايه انت بتتاسفي على ايه؟ هو انت عملتي حاجه غلط؟ ما هو ده اللي مخليه عامل فيها سي. لم نفسك يا سلمى، انا ما جيتش ناحيتك. الم نفسي؟ هو انت شايفني متبعتره؟ ايه اللي خلاكي تخرجي من غير اذني يا جليله؟ شيل ايدك. انطلق. شيل ايدك. ده انت بتخرجي من غير اذني يا بنت. شيل ايدك ولا اسكت. عمال اقول لك لم نفسك لم نفسك، انا في حدودك مفيش فايده. جريه يا بنت جريه. انت فاكره مش عارف المك ولا ايه؟ لعلمك بقى انا هنا راجل البيت، واللي اقوله هو اللي يتعمل. من النهارده مفيش خروج لا ليكي ولا ليها. ايه اقول لك بقى؟ خلاص خلاص يا فتحي. نعم نعم نعم، انت الكلام ده تقوله لحد تاني يا روحي. انت قاعد في شقتنا هنا، ده احنا لمينك، ده انت لون الشقه دي اللي مبرطع فيها كان زمانك نايم على الرصيفه. مين اللي نايم على الرصيفه؟ خلاص خلاص. مين يا بنت اللي نايم على الرصيفه؟ انا على ربي، 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 انا